تحيانا تحيانا ترحيب في لقيانا تريد القلب لأرسلها بانت في محيانا فهل أنوار ضافية وفيها الشعر هيمانا فهل أنوار ضافية وفيها الشعر هيمانا وحلم زار وسنا حيانا ترحيب في لقيانا تريد القلب لأرسلها بانت في محيانا لقاء جمع الأحباب إخوانا وخلانا لقاء جمع الأحباب إخوانا وخلانا تجمعنا توحدنا رمسان السلام عليكم تعرف عليك وش اسم المحل ها ما شاء الله وش شعورك انت تشارك برنامج التاجر الصغير ممتاز شكرا لك هذا البرنامج يعني شيء جميل السلام عليكم وبركاته الكريم صفحة مسالة وش شعورك اليوم وش تشارك اليوم والله فرحان جدا وتغريدا والآن لعل اللحن يضرب نتعلم كيف نربح كيف يعني لو انتظر ان شاء الله وشرين محل نتعلم كيف نربح كيف نشتري وش نشتري ممتاز شكرا لك نتعرف عليك محمد طويل وش رايك في برنامج التاج الصغير؟ والله كل شيء مشارك فيه؟ بتبيع ولا بتشتري؟ بتسوق؟ انا ابيع لك ايه مبروك جدا طيب شكرا لك شكرا رايك في فكره البرنامج نفس برنامج التاج الصغير وايش هدفه يعني تنميه الحس التجاري عند الاطفال ممتاز شيء ثاني روح المشاركه بينهم ممتاز اشياء كثيره صراحه الاجتماع البشري دائما نشكرك على هذه الاضاءه حياك الله السلام عليكم السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم وش شعورك وانت تشارك اليوم المفتوح مع طلابك؟ هذا في قمة السعادة ممتاز وش فكرة البرنامج هذا؟ وش رايك بنفس الفكرة هذه؟ تحكي شكري بأحد المدرسين أهلا وسهلا السلام عليكم السلام. تعرف عليك أستاذ؟ عبدالله جرود وش رايك فكرة برنامج هذا برنامج التاج الصغير؟ يعني وش هدف من هذا تجربة. البرنامج؟ تجربة رائعة جدا ومثمرة وممتازة للطالب يتعلم الابن التعامل يتعلم التواصل مع الناس كيف يشتري تاجر كيف يشتري كيف يبيع حساب تجربة كويسة ممتاز حقيقة يعني كلمة أخيرة للطلاب الله يوفقهم ويصلحهم ويجعلهم في خدمة هذا الوطن مبارك مبارك الله فيك السلام عليكم تعرف عليك؟ وش رأيك في برنامج التاج الصغير وكيف الأخبار وكيف الشر ولا كيف؟ حلو برنامج التاج الصغير يعطينا أن نجمع فلوس بحيث أن نتعلم إذا كبرنا كيف ممتاز ممتاز طيب ايش تقول لطلاب اخوانك اللي ما يشاركوا في البرنامج؟ اللي ما شاركوا احب اقول لهم انهم يشاركون انه يجمعون فلوس ويتعلمون اذا كبروا اذا كبروا هذا محل ممتاز ممتاز والتوفيق ان شاء الله كيف في اخبار في الدكان عندك؟ في اخبار ناس يشترون ما شاء الله شكرا السلام عليكم التعرف عليكم استاذ نور استاذ نور
تتعرف عليك؟ سعد الموسى. هو بعيد. ما شاء الله شرعته؟ ما شاء الله. وش رايكم بالمشاركه في برنامج انت؟ حلو والله المكان هنا كل الناس. كيف الاخبار والزباين؟ في تخفيضات؟ والله شوي كلها بريالين. شكرا. سلام القلب نبعث من الأعماق جحنانا نصوغ الحب أشارا وتغريدا وألحانا لعل اللحن يظهر فيسبي اللحن آذانا بلقيانا بريد القلب أرسلها بانت فيه محيانا أحلنا حبكم كلما وصورناه عنوانا وضمنا السلام عليكم. تعرف عليك؟ ما شاء الله خالد وش هدف الزين ما شاء الله الحمد لله الرسول ماشي تمام على كيفك على اسم البحر نعم على كيفك على كيفك الحمد لله ما شاء الله تبارك الله وش السبيل من برنامج صغير صغير؟ تعرف كيف نبيع وكيف نعطي ونشتري وندور فضايح تبعنا ممتاز ونصيحة للطلاب اللي ما شافوا يشاركون انه لا يفوتوا واذا خسرت انه مو غالب كبيره يعني بيخسر فيها يعني اذا خسرت عاد يعني اذا فاز او اذا عاد يعني التجاره حصار ورد التجاره صار حال كذا نفس تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله طيفك يداعب خيالي نزيه ونسيقر رجالي قدرك رفيع وعالي ونفداك والله تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله ومن درار محبة رسول الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه كلما ذكر تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي وغالي يا رسول الله طيفك داعم خيالي مزيون سيدر رجالي قدرك رفيع وعالي ونفداك والله تفداك عيني صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون على حبيبه والدي وولدي ونفسي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني من تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله طيفك يداعب خيالي مزيون سيدر رجالي قدرك رفيع وعالي ونفداك والله تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله يا رسول طيفك يداعب خيالي مزيون سيدر رجالي قدرك رفيع وعالي ونفديك والله